نادرا جدا ما نسمع انه عربي دخل امريكا وظل بولايته لاخر يوم بوجوده هون، فاليوم خلينا نسمع من شخص ترك ولاية ميشيغان الامريكية واجا يستقر هنا في ولاية تكساس الامريكية وخصوصا مدينة هيوستن، فراح نقارن الاسعار ونسمع منه ونشوف رأيه بالولايتين، وحتى كمان راح نسمع من عربي هيوستن هون. الوضع مش طبيعي، دقيقة شو فيه؟ قبل شوية كان الجو تمام وما في اشي، فجأة قلب صارت امطار. لا 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 لا، ثواني، شو هذا الاصفر؟ انا اخر مرة اكلت اصفر على الكرفان كان تحذير. معلم شكل الكرفان راح ينسحب. يا صراحة شفته. خنزل شوف تفضل اخوي تفضل. احب احكي لك انه توقع اي شيء. تفضل يا اخوي. تفضل اخوي انت الاول، انت صاحب الكرفان. هذا التحذير اللي بشوفه رقم 1000 في رحلتي حول الولايات، يعني كثير بيجيني تحذيرات على الكرفان. بقول لك هون ان انت صاف ومش مسموح لك تصف في هذا المكان الا اذا اخذت الموافقه من المكتب تبع المجمع. بس احنا اخذنا الاوكي منهم مزبوط؟ احنا اخذنا الاوكي منهم، بس حاطين ساين انه لازم كل 24 ساعه تعمل ريجستر للسياره. كل 24 ساعه لازم تقدم، وبدك تدير بالك لانه معطينك فقط 72 ساعه، يعني يوم الاثنين بسحبوا لك السياره. يومين ومسافر خلي مولو. والله طبانه انت؟ اسمع مختار هيوستن، المختار بحل لك الموضوع. يا الله شفت المصيبة اللي صارت؟ يا الله لحقنا حالنا بآخر ثانية. طلاب المدارس قاعدين بيروحوا من المدارس مع أهاليهم. ايش سويت يا محترم؟ انا مش منتبه. مش منتبه؟ والله ماني منتبه. وبتعرف وين المشكلة؟ ان الشرطي برك قدامنا. الشرطي قدامنا اخوان. هون الاولاد الاطفال تبعوا المدارس مقدسين. فابراهيم كان في ستوب ساين، ابراهيم ما وقف لها وكان في اولاد واقفين، فالمفروض ابراهيم وقف عشان الاولاد يمرقوا. عمرقة شرطة. هي يقطع شر مان. هون في امريكا اعمل كل انواع المصايب، ولكن انك تغلط بطلاب المدارس وما تمشي بالقانون معهم هاي مصيبة ثانية. والله يا اخوي انت جاي من ولاية باردة، جاب البرد معاك هون ليش؟ اخوي اي برد؟ اخوي انت الوحيد مش بردان. اخوي هذا مش برد، هذا صيف بالنسبة لإلي. براين قبل ما ندخل مطعم، عندكم مطاعم زيك في ميشيغان؟ طبعا. والله انا كذاب والله. يا سلام مختار. هلا. يا حي الله. يا اهلا وسهلا. ابراهيم بقول لي ان عندهم كافيهات زيك في ميشيغان. في عندهم واحد وداني عليه وفيش غيره. يزن فوق 12 كافيه بس هذا قاعد عندي يوم واحد. خلينا نشوف الاكل قديش طيب وقديش سعره، ورح نقارن مع ابراهيم بين هنا وميشيغان اللي نقل منها. عن جد ايش رايك باكل هيوستن؟ اقسم بالله فخامه، والله مش مزح، كثير مبسوط اني رحلت هون. هذا بارت الاكل، هذا معني، هذا المنسف صعب تلاقيه، انا لولا ما قرايبي هناك ولا هذا الاشي ما بعرف. يعني هيوستن تعتبر رقم واحد في امريكا في الاكل زي ما انا بحكي، تأيدني؟ يعني لا. ايش في احسن من هيك؟ في اضرب ايدي طبعا عشان ما تنكشني. طيب ايش في احسن من هيك؟ يعني ميشيغان برضه لها مطاعم كثير قويه. ايش يا مختار؟ مختار موجود، مظبوط موجود. بس هو انت جاوبت هسه ورديت نقادت حالك، بقول لك هذا المنسف في منه ميشيغان؟ لا هو قال في مطاعم زي مطاعم تكساس. طبعا المنسف هذا في زيه طيب ميشيغان؟ لا. اوه خلص بقول لك عشان مختار هيوستن بمون علينا، فيش بعد هيوستن غصب عنك يا اخوي. شو بخصوص السعر؟ وجبة لشخص واحد مع درينك. طلبت صحن منسف مع درينك مع التب تقريبا طلع بحدود 35 دولار 32 دولار. طبعا هو ارخص هنا ولا في ميشيغان؟ نفس الاسعار، الاسعار يعني 25 26، بس هون بياخذوا التب منك اجباري. هذا الحكي هاي النقطة بهيوستن، اجباري التب. احنا عندنا بميشيغان بشكل عام كعرب عيب انه نحط جراتوتي، لانه ممكن انه الكاستمر يحط لي تب زيادة عن اللزوم. فاتورتي انا هسه طلعت بحكي لك بحدود ال 25 دولار، شرجني بحدود 32، يعني ما اخذ له 7 دولار تب. اجباري يعني. يا الله وصلنا وين؟ وصلنا وين؟ إلى وعلى جيتار سنتر يا سادة. معلمين انتوا عندكم هيك الحياة بتنتهي بسرعة؟ مبدئيا لا، هون ما سويناش إلا كم من شغلة واليوم خلص. خلص طلع الدنيا، صارت ليلة يا زلمة، شو هذا؟ تفضل يا ابراهيم شو رح تسوي هون؟ مبدئيا اجينا هون عشان بدي القطع العازل الصوت اللي بنحطه للحيط، عندي بروجكت للبودكاست، بدنا نحط عازل تبعون الحيط الكبير. هذا الجيتار سنتر موجود في كل أمريكا، كل أجهزة الموسيقى بتلاقيها هون، من ناحية جيتارات، بيانو، أورج، درامز، كل شيء له دخل في الموسيقى بتلاقيه في
جيتار سنتر. يعني هذا اللي قدامكم هو الأورج، قديش سعره؟ سعره 1100 دولار أمريكي. هذا اللي قدامكم، هذا اللي تحت سعره 1650 دولار أمريكي. تخيلوا سنتين في أمريكا أول مرة أفوت هذا المكان الجيتار سنتر، حبيت كل شيء موجود عندهم خاص بالموسيقى والأمور هاي. وهذا هو قسم الجيتارات، يعني اطلعوا هون، هذا الجيتار مثلا سعره 980 دولار أمريكي، هذا الجيتار تخيلوا سعره 200 دولار أمريكي. شوفوا 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 هذا المكان، شوفوا هذا المكان، واو. وهون هذا المكان اللي بتيجي تعزف فيه. يا رب ريم تفضل. هاي المعزوفة مني لجمهورك. يا رب سعر تفضل. أنا زلمي عايف حالي وغير مالي وغير الله خلق حالي، يلا ولا على بالي. أيوة الله الله، جاي تفتح حفلات هون يا اخوي ولا شو؟ يا اخوي خلص منجرب موهبتنا، قيمونا من 10. اخوي انت رحت زايد، عقلت العراقية. جينا الان على البارت اللي انا مبدع فيه، عالم الطبل، انا محترف، انا عندي خبرة يا اخوان، ما كانش الي صح في الاردن الا ازفه انا، صدقني ابراهيم صح؟ اه مصدقك. جاهز؟ يلا. ها الصوت من هناك بس راح اظل مركز. مع الرتم، امشي مع الرتم. ما انت مكسر المجاذيف. انا محطم من المحاطيم. طبعا احنا صرنا ساعتين هون، ايش الوضع؟ يلا خذ غرضك ونطلع. يلا الغرض هلا حكوا لي راحوا شيكوا عليه، فيش غير قطعه واحده حقها 350 دولار. عليش امازون 70 دولار حقها و24 قطعه. يا اخوان هون بحس كل المنتجات اللي عندهم جايبينهم من الصين، والقطعه من 10 دولار بيبيعوها ب 500. كثير من الامريكان ما عندهم الخلق انهم يفوتوا ويعملوا ريسيرش ويشيكوا هون هون هون، فعادي بيجي بيشتري القطعه ب 300 و500 و700، بالاحرى هو بيقدر يجيبها 70 دولار و50 دولار وماكسيمم 100 دولار. اذا في منتج يجيبوه من الصين ب 10 دولار بس بامريكا ب 100 دولار بيشتروه من امريكا. يا عمي لويالتي لإلهم. ولا داعمين، داعمين للمنتج تبعهم حجي. رجعنا للبيت، وهذا الفيوليشن راح اشيله لانه راح اسجل الكرفان. شو هذا؟ ليش هيك؟ يا الله الاستفزاز يا زلمه. طلع لا بس الحمد لله الدنيا شتا عشان نروح بسرعه. هاي قربت تنشال وراح اسجل الكرفان اونلاين، انه انا ضيف وقست عند هشام بكير، فاموري بتصير في السليم. ايه دقيقه، ولك وين هشام بكير؟ هشام بكير مش في الدار. دقيقه، ايش يعني هشام بكير مش في الدار؟ شو يعني؟ يعني فيش مفتاح للدار. يا اخوان 50 واحد عايش في الدار، الوحيد اللي معاه مفتاح الدار مين؟ هشام. مشان الله يا هشام مفاتيح لا. عندي عندي مشان الله يا هشام مفاتيح عندي. هسه رح تاكل مسبب من مختار مالهاش حل، رح يتوتر. ابو الشريف لديكم، لا خوف عليكم. والله فخامه. بس اخوي عندي سؤال، مختار هيوستن انت وينك؟ والله قاعد مع شباب من ميشيغان على المواخذه. طب احنا على باب البيت. والله انا عارف انه مختار هيوستن مستحيل انه ما يعزمنا. طبعا الحمد لله حاولنا ولقينا مفتاح في سياره ابراهيم، فدخلنا البيت بامان. والحلو بالموضوع انه هذا المكان اللي حيسكن فيه ابراهيم مع المختار، مع مختار هيوستن. قال لي اذا بدكش تستأجر تعال انزل عندي، فقلت له خلص 100%. فهذا المكان حيعيش فيه ابراهيم، ولكن ابراهيم انت حتاخذ غرفه، غرفه واحده من البيت، وهشام بكير غرفه. واللي بيصير انه اللي بيكون عايشين مع بعض الشباب العرب بتقاسموا الاجرات 100%. صحيح تمام. فابراهيم الشريف راح يعيش بالغرفه اللي انا عايش فيها هسه لما نطلع منها، اللي مسيطر عليها هو. فهي يا جماعه الغرفه اللي ان شاء الله حيسكن فيها ابراهيم وبتقاسموا الاجرات. ابراهيم احكي لهم شو اهميه انك تكون تعرف شخص بالولايه اللي حتنقل عليها. شوف انا دائما دائما بحبذ اي شخص اول شيء قبل ما يرحل انه يزور الولايه اللي هو بده يزورها. انا بالنسبه لي تكساس زرتها 4-5 مرات، لقررت انه اخذ قرار اجي على الولايه. الافضل انه انت اول ما تسكن اذا بتعرف ناس تنزل روميت معهم، عشان اذا ما عجبتك الولايه بعد 3-4-5 أشهر 6 أشهر ما تكون استاجرت انت اوريدي، عملت عقود واخذت بيت وتقيدت فيه. ولكن في موضوع نقله العفش من ولايه لولايه، في ناس كثير بعرفهم بيخلوا العفش تبعهم الكراسي الطاولات الكنب، بقول لك معلم مش مستاهل الموضوع انقله. انت شو صار معك؟ انا مني وعلي والله وزعت عفشي. وزعت وانا اعطيت لقرايبي اللي بدهم اياه، وزعت الباقي لاصحابي، واللي ما بدي اياه اوريدي يعني توزعت فيه لله. أوكي. لكن بنفس الوقت اذا بدي انا انقل عفشي راح يكلفني. يكلفك شو؟ انا عندي سيارتي. اوكي. يعني ما بقدر احط فيها الاغراض. اوكي. بدي اذا اخذ كنباياتي، بدي اخذ التلفزيون، الطاولات، اللي ما بعرف شو، الاغراض المطبخ، هاي القصص كثير بتغلبني، بدي احطها بيوهر وراح تكلفني اقل شيء من 2000 ل 1000، وهدول ممكن انهم يوصلوا مكسرين وممكن انه لا. فلا الافضل انه مثلا بتقدر تبيعه تبيعه، اللي بتقدر توزعه توزعه، اللي بتقدر تيجي هون 100% من هون بتشتري. تبلش بفرشه، بتبلش بتجيب على زوجك.
اهلا وسهلا حبيبي، نورت الولايه سيدي. يا هلا سيدي. طيب ابراهيم، هسه من ناحيه اجار البيت فرق معك من ميشيغان وهون في هيوستن؟ يعني انا تقريبا لا، هسه انا هون عند هشام بدفع تقريبا مع انترنت وكهرباء وهاي القصص كلها 1000 بالشهر. وولايه ميشيغان بالنسبه كاسعار ولايه ميشيغان مختلفه شوي. انا كنت ماخذ بيت هناك تقريبا كان يكلفني 1300 بيت كامل، انا طول حياتي عايش لهذا، كان يكلفني بحدود ال 1300 مع كهرباء ونت وهاي القصص، كان يطلع علي بال 1500. يعني انت وفرت 500 دولار؟ وفرت على نفسي 500 وبس، عشت مع اشخاص بس عشت. هذا هو اليوم الثاني من مدينة هيوستن، وابراهيم هون مع الاجواء الحلوة. بس يجي الليل في أمريكا، شباب العرب المحترمين وين بيلتقوا بالعادة؟ اشراك الأجواء؟ قصة قصة عشرة بعد. انتم زيكم ميشيغان؟ يا زلمة أنا أصلاً أجيت انتقلت عشان هاي الأجواء والفايبز. مان ايش رأيك بالكافيه مان؟ لا رهيب. في شغلة لازم تعرفها هون في أمريكا، إنه لما تيجي تلتقي بأصحابك نادراً ما إنك أنت تجيبهم على بيتك ويقعدوا 7-10-15 واحد في المضافة وكذا وأجواء زي هيك. هون في أمريكا لازم تلتقي معهم بالكافيهات اللي زي هيك، وأغلب الناس نهاية اليوم عشان يشوفوا العرب يشوفوا بعض يشوفوا أصدقائهم بيجوا على الكافيهات اللي زي هيك لحتى يقضوا نهاية اليوم مع بعض وغيروا جو، خصوصاً بالويكند. هسه بدي أسألك عن جد، أنت صار لك شهر في أمريكا، إيه؟ كافيهات البلاد ولا الكافيهات اللي هون؟ كافيهات البلاد. البلاد. كافيهات البلاد لأنه قاعد مع رفقاتك أول شيء، هذا شيء مختلف جداً هون. قصده عشان نيجي ومنخلص شغل بالليل وما فيش وقت. هون في أمريكا يا جماعة في بعد الساعة 10 بالليل بيعملوا عليك شكوى إذا بتمشي على الأرض، لأنه الجار اللي تحت يعني زي هشام اليوم قدم شكوى على جيرانه إنهم بمشوا من الساعة 1 للساعة 5 الفجر. عن جد حرفياً إذا بدك تعزم حدا على بيتك بدك تدير بالك واهدى ولا تحرك بسرعه ولا تطلع صوت. في يوم محدد تقدر تعزمه اللي هو الويكند، مسموح لك عادي، بعد هيك لا مش مسموح. يعني يا ما سمعت قصص انه الشرطه اجت على بيت حدا والسبب انك انت مزعج جيرانك. 24 ساعه الكافيهات عندنا مفتوحه. عندكم في مشكله 24 ساعه؟ لا ما فيش منه هذا الحكي. 24 ساعه الكافيهات لا ما في. لا لا هاي بس بهيوستن عندنا هون اخي. بس بهيوستن. ويلكم تو هيوستن. الله حيهم. عن جد هيوستن رقم واحد في هالشغلات، انا 100% بقول لكم هيوستن هي رقم واحد في الاجواء العربيه والسهرات اللي الاصدقاء اللي بتطول لليل والكافيهات بتضل 24 ساعه، ما شفتها في امريكا الا بهيوستن. حبيبي كم تو هيوستن. قناة إبراهيم الشريف موجودة تحت بالوصف، تابعوا محتوى مرتب كثير ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتكونوا معنا في رحلتنا حول ولاية أمريكا، وبشوفكم في الفيديو الجاي. ولا تنسوا تشترك بالقناة وتكون في رحلتنا للعشرة مليون مشترك.